مع اتحاد الجزائر مع أولاد سطرها جمال بالماضي خطيرة هنا الأول قد يأتي ولكنها طالت فرصة كانت جميلة لمسة جميلة داخل المنطقة توزيع ولكن الكرة لأيمن محيوس هنا الصورة على جرحة كبيرة من الزمن لكي تدفع أوراس كايوندو لمسة جميلة على مشارف في المنطقة ولكن التدخل كان جميل جدا للجزائر لمسة حاضرة داخل المنطقة هي مرة أخرى يلعبون بخطوط متماسكة بعد ذلك محاولة التحذير داخل المنطقة ولكن مالا كبيرا هيثم نصيف في التغطية في اللقطة الماضية أوغندا لكتيبة أوغندا الساعية والطامحة والطامعة كرة طويلة إلى الأمام بعيدة تماما حسام عوار لأول مرة نجم نادي روما الجديد الذي من دون عبد اللي عادت لي بدر الدين أبو عناني ملعوبة في العمق لكرة محاولة في القائمة الثانية خطيرة الرأسية ضاعت الله كرة كانت عزيز كولوندو الفرصة هنا هيثم نصيف بحث عن التوغل بحث عن المرور ولكن التغطية كانت موجودة مرة أخرى عن طريق هاريس بالقبلة كان ذكي جدا واستفاد من خطأ على مشارف المنطقة ربما سيكون الخطأ التسجيل أول أهداف في المباراة حماد عبد اللي يرفعها في القائم الثاني خطيرة جميل شو كرة ملعوبة تخرج إلى رمية تمام لكن خطيرة المحاولة ولكنها تخرج إلى ضربة ركنية هذا حماد عبد اللي ملعوب الكرة داخل المنطقة لكن اليسرى هذا أمين عمورة خطير المحاولة ولكن العودة الموفقة السرعة الكبيرة في الكثير من الأشياء لمسة حاضرة داخل المنطقة خط طريقة المتعارف عليها في رياضات أخرى رمية الوطني توزيع في العمق لكنها سهلة بعد هذه المحاولة بعد هذه التسديدة جميل الكرة أول جميل بأقدام الصغير محمد الأمين عمورة الذي وجه الضربات الأولى هنا على حلبة جابوما وبالتالي تقدم جميل مستحق بعد التسديدة القوية التي أطلقها حماد عبد اللي بقدمه اليمنى شاهد الإعادة تقدم ثم بعد ذلك سدد وبالتالي محمد الأمين عمورة عن التقدم لكن خطأ على إيمانويل أوكوي وعناني توسيع حاضرة لكن تابع وهنا رامي بن سبعيني جميل مع كتيبة اتحاد الجزائر كرة طويلة ولا توغل دخل داخل المنطقة كرة كانت خطيرة ولا عن طريق ماتو كاسيم هذا اللاعب الذي يظهر ب 36 هدفا في المنتخب الوطني الجزائري ملعوبة بعد ذلك تغطية عن طريق زين الدين بالعيد ولكن الحكم صفر خطأ على مشارف المنطقة شتا يغادر قدم مستويات جميلة وقدوم نبيل بن طالب وكذلك رياض هيثم نصيب بجانب رياض محرز هذه خطيرة جول الله المحارب إذا لم يسجل مرر كرة جميلة دقائق قليلة بل ثواني معدودات كانت كافية لبطل أوروبا أن يقول بل محمد الأمين عمورة ملعوبة الكرة هنا محاولة أوغندية جميلة تسديدة لكن تسديدة من خط وعنده الكرة يتوغل داخل المنطقة لمسة جميلة والخطا من هيثم لصيف هدف أول لأوغندا وبالنيران الصديقة هيثم لصيف يمنح أوغندا هدفا أول معليش يا هيثم يا لصيف قدمت مباراة جميلة جدا مباراة كبيرة تقدم باسونغوا